السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي جريدة الحدث 24. مرحبا بكم معنا في هذا المباشر من مدينة فاس وبالضبط من الضوحة ديال زواغة اللي احنا قدام المنزل او الدار ولا الاقامة ديال واحد مجموعة من الشباب اللي كانوا توفوا في شهر 10 في 2021 اللي كانوا هما ضحايا ديال لقمة العيش اللي غرق بهم القارب اللي كانوا غاديين فيه في اتجاه الضفة الأخرى يعني اتجاه إسبانيا كانوا ناويين يحرقوا ولكن قدر الله ما شاء فعل ما وصلوش لذلك الضفة ووقف بهم وقفت بهم الحياة في أعماق البحر وهنا كاينين الأسر ديالهم والعائلات ديالهم اللي مازال كيتحصروا مازال مألمين وكيطالبوا بالجثث ديال الأبناء ديالهم وغادي نخليكم مع الأسر ديال هاد الوليدات هادو ولا هاد الشباب كما غتشوفوا معنا هاد الشباب هادو الصور ديالهم هادو الصور ديال هاد الشباب والأسماء ديالهم رحمهم الله كما كتشوفوا معنا وغادي نخليكم مع واحد السيده اللي غتهضر لنا وغادي وخاجي مع هاد السيده اللي الابن ديالها والاحفاد ديالك ياكي واخا ميمتي قال لا السلام عليكم انا السيده كيخليك قولي لنا اي حاجه على هاد القضيه هذه وشنو المطالب ديالكم زيدي عندي اللي عندك شغنقول لك سيدي انا هي السيده المكلومه ديال فاس الفاجعه ديال 15/10 انا هي السيده اللي خرجوا عندها من الدار خمسه ديال الاشخاص وتوفوا بخمسه ولكن جابوا لي جوج وبقاو ثلاثه من ضمنهم الوليد الصغير مفقود نسال الله سبحانه وتعالى انه يرجعوا لينا ولو عظيمات بعد حين ولكن عندي جوج وليدات ديال ولاد اختي اللي خرجوا مع ولادي من داري راهم مازالين في ديار اسبانيا مازالين يعني مازالين تما غير في الفريقويات مازالين محطوطين تما مساكن دابا حنا اللي كنطالبوا عندي جوج ديال الدراري باقين عندي زكريا العموم وعندي حمزه العموم مع العلم ان حمزه العموم موجود راه جاهز راه محطوط في الشركه ديال النقل اللي غادي تجيبوا لنا للمغرب لكن حمزه قالوا لنا بان البصمات زكريا على البصمات زكريا هذه مده 4 شهور علينا نكملوها هما تيقولوا لنا البصمات عندكم في المغرب خصها تعطينا البصمات ديال ولادكم باش نصيفطهم لكم يعني المساله تيقولوا بان المساله ماشي مشكل في اسبانيا المشكل عندكم في المغرب حنا لحد الان ما عرفناش فين هو المشكل وليداتنا تعرفنا عليهم وليداتنا بالبطاقات ديالهم وليداتنا بكل شيء باقي فيهم باين علاش ما سلموناش وليداتنا علاش ما تعطوناش هاد الدراري غير ندفنوهم مع العلم ان اكرام الميت دفنوه دابا حنا كنتحرقوا يوم بعد يوم حنا رحنا كندفنوا راسنا يوم بعد يوم في الاول قالوا لنا بالاسابيع بداو معنا بالاسابيع هاد الاسبوع غيخرجوهم لكم هاد الربع ايام بقى خمس ايام الى حين دابا رحنا غنكملوا الربع شهور مازال ما شفنا حتى شي حاجه يكفي طلعنا للرباط قالوا لنا ناشدوا الوزارات الخارجيه قالوا لنا واش ناشدوا الامن مديريه الامن ناشدنا كاع الناس ناشدناهم ولكن بدون جدوى دابا انا حاليا كنطالب الله يجازيكم بالخير كنخرج للراي العام لعل وعسى نلقى شي اذان صاغيه من الراي العام لعل وعسى نلقى شي ناس اللي يشوفوا فيا انا ويحنوا مني ويحنوا من هاد الناس من الراي العام لان ما لقينا حتى شي واحد اللي عطانا شي حاجه علاش نتمشاو وليداتنا في التلالج 4 شهور اللحم اللي كديروا في الفريكو في 4 شهور كيضيع ما كيبقاش عنده مذاق ما بالاحرى البنادم كي غيكون داير راه حنا 4 شهور حنا كنموتوا كل يوم عندنا جنازه كننعسوا ونفيقوا حنا عندنا الجنازه ماشي حنا مرتاحين حنا كنتسنى وليداتنا مع العلم ما كنطالبوا حتى شي واحد ما كنردوا له حتى شي واحد يوقفوا معانا شوفوا من حالنا حنا الامهات راه حنا متقدقين راه حنا ما كاينش فينا شي واحد اللي هو صحيح راه كلشي واقف على الاعصاب ديالو وكل شيء مريض الام ديال ولاد اختي هادو اللي راهم باقين بجوج راه كطيح وتعيش غير بلا دروغ راه ما كتفيقش
عايشه بلا دروغ، وانا اللي هما خرجوا من عندي وكانوا عايشين معايا في الدار، انا راها واحد المصيبه عندي في القلب ديالي، حيت وليداتي جبتهم جوج وبقاو لي جوج، مع العلم خرجوا عندي خمسه من الدار، خرجوا من خمسه ميتين يرجعوا خمسه ندفنهم، علاش ما عطاوهم لياش دابا علاش؟ مع العلم ان الناس تما لقيت ناس تما كان وقفت معايا ناس، لقيت الصبليونيين وقفوا معايا تما، جمعيات وقفت معايا تما، قالت لي رسلوا لك ولادك فوق ما تعطاو البصمات نرسلوهم لكم، يعني ناس كيبكيو معانا تما، كيبكيو معانا في اي بلاصه، لكن حنا هنا في بلادنا ما لقيناش اللي يبكي معانا، ما لقيناش اللي يجي يقوينا، اللي يجي يتحاور معانا، اللي يجي يهضر معانا، اللي يجي يقول لنا مالكم، ما لقيناش، يعني راه مسألة ماشي سهلة، مسألة صعيبة، باش الأم تخرج خمسة من الدار ويموتوا بخمسة وما يوليوش وفي الاخر ما دفنهمش، اصعب حاله كنعيشوا فيها احنا حاليا، والله الا اصعب حاله كنعيشوا فيها، انا حاليا راني كنتكلم حيت وقفت مؤخرا شويه، اما في الاول كنت منهكه لواحد الدرجه يرتى لها، والحمد لله، احنا حامدين الله وشاكرين على ما عطى الله، ولكن اخوتنا يا الناس اللي عندها يد في المساله، يا الناس اللي عندها كتعرف القانون، الله يجازيكم بخير، احنا ماشي كنحملكم المسؤوليه ديولادنا، بالعكس احنا كنترجاوكم وكنطالبوكم انكم تكونوا معانا واقفين غير تشوفوا كيفاش تسرعوا لنا الملفات ولادنا، وليداتنا كاينين في الفريقويات راهم في قاديس كاينين خصنا غير يجيو، ومن ضمن وليداتي كاين هاد جوج الاصدقاء هادو هما راه حتى هما كاينين بالهويات ديالهم بكل شيء ديالهم ولكن ما عطاوناش وليداتنا، علاش؟ علاش ما جاوش؟ اربع شهور هذا علاش ما جاوش وليداتنا؟ راه حنا كنتعذبوا، راه حنا كنتمحنوا، الله يجازيكم بخير، يا رأي العام أنا خرجت للرأي اللي هما خوتي اللي يمكن يتضامنوا معايا ويمكن يعطوني علاش نتمشى، لأن راه حتى واحد ما تكلم معايا وحتى واحد ما عطاني شي حاجة علاش نتمشى، أنا راني كنقول لكم ما عطاني شي حد، حاليا الصباح بغينا نتكلموا السلطة قالت علاش غتكلموا، عاد بحال اللي عاد عرفتنا كاينين، ولكن حنا حاليا راه حنا كاينين من ذاك العام. ماشي غير هاد العام، حنا من ذاك العام كاينين، الله يفتحها عليكم، وقفوا معانا، وقفوا مع هاد الأمه هاد التكلة، وقفوا مع ديك البنيته راه يتيمة، وقفوا بردوا لنا هاد العافية، بردوها لينا، غير نحطوا وليداتنا في الأرض، ما كنطالبوا حتى بحاجة، كنطالبوا بالجوتات فقط، يسلموهم لينا، نحطوهم، مع أن إكرام الميت دفنوه ومحطوطين في الصنادق، واحد في الصندوق محطوط، والآخرين في الفريقو، علاش؟ علاش؟ هذا راه واحد الظلم كبير في حق ديك الناس اللي هما ماتوا. في حقهم بعدا اللي هما بعدا راهم جوتات وفي حقنا حنا اللي حنا رحنا واقفين راه هذا ظلم كبير في حقنا الله يجازيكم بخير انا كناشد كل من هو له راي وكل من له قلب ومن له ضمير حي انه يشوف هذه الحاله هذه ديالنا ويوقف معنا لوجه الله وقف معنا يعني مساله انسانيه ما يكونش كيعرفنا غير انسانيه نطلبوا الله سبحانه وتعالى يسر لنا حتى حنا ونجيبوا وليداتنا وندفنوهم ونشوفوا التراب حنا ما كنطلبوا حتى حاجه لان ما غيوليوش يرجعوا يدقوا علينا البيبان ما غيوليوش يجيو يجلسوا معنا على الطابله ما غيوليوش ينعسوا معنا في الفراش حنا بغينا نجيبوهم غير نحطوهم في التراب ديالهم ونعقلوا على المقابر ديالهم ونبداو نزوروهم هادشي اللي كنطالبوا الله يجازيكم بخير انا كنقول لكم الله يجازيكم بخير كل من كان مسؤول يشوف حالنا ويشوف حالة هاد الناس اللي راهم كيتعذبوا الله يجازيكم بخير كما سمعتوا معنا متابعي جريده الحدث 24 هذا نداء ديال هذه السيده هذه اللي راه القلب ديالها محروق على الوليدات ديالها والعائله ديالها نخليكم مع واحد الشابه اللي غادي تهضر لنا على هذا انت من العائله ديال هاد الناس اختي انا من العائله انا الزوجه ديال عبد الرحيم الشرات كما كتشوفوا معنا هذه الزوجه ديال واحد من هاد الضحايا اللي مازال ما جاتش الجثه ديالو واللي هو عبد الرحيم الشراط كما كتشوفوا معنا في هاد الصور عنده شي بنيته ولا شي وليدات واخا اختي قولي لنا عنده بنيته عندها عمر 4 شهور تقريبا دابا ودابا حنا الطلب ديالنا راه باين بغينا غير هاد الشباب يجيو بغينا هاد الشباب يجيو ما يبقاوش تما في الفريقويات ما يبقاوش راه ما غاديش نقدر نهضر ولكن كنتمنى الرساله توصل بغينا المغرب يتدخل يساعدنا يعاوننا ما بغينا حتى شي حاجه حنا ما جايين هنا نقول لهم حتى شي حاجه بغيناهم غير يساعدونا مساعده بسيطه راه ما غتستغرقش حتى جوج دقائق بالنسبه لهم كاملين راه غيدخلوا لحقاش البصمات الشباب كاملين راشدين هادو راه كلهم عندهم لي كارت كلهم داو لي كارت ديالهم ولقاوهم معاهم غيجبدوا البصمات وغيصيفطوهم دابا هادي تقريبا 4 شهور وحنا يدينا ب 15 يوم 10 ايام جوج سيمانات 15 يوم حنايا بغينا صافي هذا الشيء صافي عينا باش خرجنا حنايا للراي العام بغينا هاد القضيه ترجع للراي العام صافي عينا
كما كتشوفوا معنا 27 حدث 24. هذه الزوجه ديال واحد من هاد الضحايا اللي عنده بنيته. ياك اختي عنده بنيته؟ عنده بنيته وكيطالبوا. بغيت بنتي فاش تكبر فاش تكبر تلقاي فين ترحم على الاب ديالها؟ تلقاي فاش ترحم؟ فاش تكبر فين غتمشي؟ الا ما جابوهش واش غيبقى تما؟ خصها ضروري يجي باش تلقى فين ترحم عليه. وحنايا كذلك والعائله ديالو، ولا ولد عمي، هذاك راه ولد عمي محمد النقاد، حتى هو راه ولد عمي. هادو راه عائله اللي مشاو، ماشي كنتمنوا الله الخير وصافي. كما كتشوفوا معنا هذه الزوجه ديال واحد من هاد الشباب اللي هو عبد الرحيم الشراط اللي مكلومه، وكتقول لها عندها بنيته باغا تعرف غير تجي الجثه ديال الزوج ديالها باش البنيته ديالها تكبر تعرف القبر ديال الاب ديالها. واخا نخليكم مع واحد السيده، واخا اختي فينا هما وليداتها، هذه من العائله ديال هاد الضحايا، خالد زكريا وحمزه، ديال زكريا وحمزه، وجارت هاد الوليدات هذا عبد الرحيم الشراط والنقاب، راه حنا الجيران. هذه الخاله ديال حمزه العموم ياك، وزكريا العموم، هادو جوج ديال الاخوان، هذه الخاله ديالهم، وعبد الرحيم الشراط ومحمد النقاب هما جيراننا، الجيران ديالهم. الجيران ديالهم. مازال ما وصلوش الالم ديالنا كيعلم به غير الله سبحانه. بعد السلام عليكم، كنتمناو من الناس الضامن معنا من باب الانسانيه والاخوه، كنتمناو كناشدو سيدنا نصره الله يلتفت لشي التفاته نحو هاد الشباب، راه ما عرفناش حنا، كتاب عليهم المكتب، هادشي اللي كاين، ما كاين شي واحد غيقدر يرمي راسو هاد الرميه، ولكن المكتب قدر الله ما شاء فعل. كنتمناو على الله وعسى نلقاو شي اذان صاغيه. كانوا باغيين يمشيو للديار الاخرى، ديار اسبانيا، قالوا لنا كتبقى لهم واحد 30 كيلومتر يمكن على هاد كاديس، على هاد المنطقه ديال كاديس، ولا ما عرف في اسبانيا. فاذا به كيوصلنا الخبر ديال انهم كانوا من الضحايا ديال قوارب الموت. في النهايه دابا هادي 4 شهور وحنا كننتظروا في الجثث ديالهم، هاد النهار ندفنوهم، غدا ندفنوهم، هاد النهار ندفنوهم، قالوا لنا من بعد اسبوع، من بعد 15 يوم، من بعد شهر. دابا هادي 4 شهور، من 14 في شهر 10 فاش وقع الحادث، من 14 في شهر 10 حتى لدابا حنا غندخلوا في شهر 2 ومازال ما كاينش شي واحد اللي عطانا شي حاجه، شي فائده. مشات طلعنا للرباط سيد الوزارات الخارجيه، تما هما الناس قال لك المعنيين بهذا الشيء ديال هذا، قالوا لنا خصكم تمشيو لمديريه الامن هي اللي معنيه بالبصمات. المره الاولى فاش مشينا قال لك اسيدي جثه وحده، بصمات وحده اللي عايناهم، ولكن ديال من مازال تيقولوها الناس اللي معنيين بهذه الامور هذه. 4 شهور هذه دابا كناشدوا الناس ان هاد الوليدات هادو معروفين وباينين وبوثائق ديالهم، ماشي مفقودين، كانوا مفقودين غنتسناو الله سبحانه، وانما هادو ماشي مفقودين، واضحين باينين، تعرفوا عليهم الناس ديالنا تما في ديار اسبانيا، وتعرفوا عليهم كاملين هاد الشباب هادو، تعرفوا عليهم. مازال عندنا الطفل الصغير ديال 6 سنين هو اللي مفقود، هذاك كنتسناو فيه الله سبحانه 6 سنين. اما هادو كلهم باينين وكلهم كاينين، كلهم هادو كاينين، تعرفوا عليهم الناس ديالنا تما في ديار اسبانيا. دابا المطلوب من الدولة ديالنا ومن سيدنا الله ينصره يشوف فينا، الله يجازيه بخير ويطول في عمره، يشوف فينا لله واحد النظرة ديال الإسلام والأخوة. رحنا شباب مغربي، حنا رحنا ولاد المغرب، وليداتنا ولاد المغرب، حنا ما كنهربوش من شي حاجة لهداك، ولكن كتب الله، هادشي كتبه الله سبحانه، ما عندناش ما نديرو، قدر الله ما شاء فعل، كتب عليهم الله يموتوا في ذاك الضفة الأخرى. دابا كنتمناهم الله يساعدونا ويوقفوا معانا ويناشدوا الناس اللي عارفين همايا، يجيبوا لنا دوك الوليدات ندفنوهم، هادشي اللي كنطلبوا، بغينا غير ندفنوهم. هاد الشباب هادو من اخير الشباب، راه اقسم بالله الى المغرب ضعف احسن الشباب وفي اخير الشباب، والحمد لله هادشي اللي قدر الله. دابا الله يجازيهم بخير، كناشدوا السلطات المعنيه بهاد الامور هادي توقف معانا وتعاون معانا، الله يجازيهم بخير، الله يجازيهم بخير من هاد المنبر، كنتمناو لهم الخير، يوقفوا معانا، نجيبوا وليداتنا ندفنوهم، ما بقيناش كنطلبوا شي حاجه. حنا كاع داك الشيء عندنا جمعيات واقفين معانا، مأديين الصوائر، كل شيء، خصنا غير هاد المسألة ديال البصمات. المغرب يصيفط لإسبانيا البصمات ديال وليداتنا، ملي كنهضروا في إسبانيا كيقولوا لنا المغرب اللي خصو يرد علينا، راه خصنا الجواب من المغرب ديال لي زومبرينت. هاد البصمات ما بغاوش 4 شهور هادي يبانوا، راه ما يمكنش، راه ما جلسوش 20 يوم في الماء ولا شهر ولا، راه جلسوا 3 أيام في الماء، ما غاديش كاع يتلاشاو، راهم كاينين صاينين موجودين. حنا هادشي اللي كنطلبوا منهم، الله يجازيكم بخير، والله يجازي الناس المعنيه والناس اللي غتضامن معانا وغتوقف معانا، الله يجازيهم بخير، هادشي اللي كنطلبوا وشكرا.
كما سمعتوا المتبعي جريده الحدث 24 هي المطالب ديال الاسر والعائلات ديال هاد الشباب بربعه، محمد النقاب، عبد الرحيم الشراط، حمزه العموم والاخ ديالو زكريا العموم. وكما قالت هاد السيده، هذه الوليد اللي في عمره 6 سنين راه الجثه ديالو مازال ما بانتش، وهادو اللي مازال ما توصلوش بالجثث ديالهم، راه كاينين الجثث ديالهم ولكن كيقولوا لهم في اسبانيا خاص المغرب تصيفط لهم البصمات ديالهم. واخا شكون اللي تقدر تهضر شي وحده من الجيران ديالهم؟ شي وحده من الجيران ولا الام انتيه ديال شي واحد؟ كما كتشوفوا معنا كاينين الجيران واقفين، العيالات ديال الجيران، ولكن ما قادينش يهضروا هما هادو اللي معنا هنايا، يعني السكان ديال واخا اختي شي اضافه. غير تلبيه للرغبه ديال السلطات، تلبيه للرغبه ديال السلطات. ما بغيناش نجمعوا واحد الكم هائل ديال الناس، لانهم جاوا في الصباح ومنعونا وقالوا لنا التجمع ممنوع لهاد الظروف اللي كنعيشوها. هاد الشيء علاش حنا ما بغيناش نكبروا الكميه ديال الناس. اما الناس راه محروقه من مدن بعيده، بغاو يجيو يتضامنوا معنا، ناس ديال العائلات ديالنا، الناس اللي كيعرفونا، كلشي باغي يتضامن. ولكن لهاد الظروف اللي كنعيشوها وتلبيه للقانون والسلطات اللي هذاك واحتراما ليهم، ما بغيناش ندير واحد الكم هائل ديال الناس باش ما نكونوش خرجنا الحدود كما قال هذاك، تعدينا القانون. هذا هو اللي كاين. الله يجازيكم بخير. كما سمعتوا معنا متابعي جريده الحدث 24، الناس هنايا راه قال لك ما بغاوش يتجمعوا على حساب التدابير الاحترازيه لهذا الوباء اللعين. كما كتشوفوا معنا هادو هما الصور ديال هاد الشباب بربعه اللي مشاو معهم واحد الطفل اللي مازال مفقود لحد الان. كما كتشوفوا معنا السيده اللي هضرات معنا في الاول، هذه اللي الابناء ديالها ومازال الكبده ديالها محروقه عليهم. الله يكون معنا والله يصبرها ويكون معاها يا ربي. كما كتشوفوا الرساله ديالهم هو انهم باغين الوليدات ديالهم يجيبهم لهم يدفنوهم ويحسوا بهم. نخليكم مع واحد رساله اخيره اللي غتقولها هاد السيده هذه اللي مكلومه، شنو تبغي تقولي للمسؤولين في المغرب بعجاله مهمتي؟ شنو كنقول للمسؤولين في المغرب؟ انا المسؤولين ما كنعرفهمش بعدا باش غنهضر معاهم، لان المسؤولين ما كيعرفوناش حنا. انا كنعيط على ربي اولا، انا كنعيط على سيدي ربي سبحانه وتعالى انه يحكم ويجيب لي وليداتي. انا كنهضر على المسؤولين نقول لهم الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. حتى الا ما كنتوش كتعرفونا وما كنجيوكمش وما قرابين لكمش، حنا انسان، حنا درنا غير الانسانيه، شوفوا فينا غير مساله انسانيه، شوفوا فينا اننا جيرانكم ولا شحال كتعرفوهم، يعني غير الخاطر يبقى عليكم من جهتنا، وتعاملوا معنا لوجه الله ووقفوا معنا لوجه الله وساندونا في هذه المصيبه العظمى. حنا رحنا في اشد المصائب، راه باش تقول خمسه ماتوا لك من دار وحده راه ماشي سهله، راه ماشي سهله. باش كتفكر ولدك واحد راه باقي في البحر مرمي ما عرفتيش فينا هو، راه ماشي سهله. باش كتقول دفنتي جوج وباقا جوج في الثلاجه راه ماشي سهله. انا راني كنتكلم معكم ربما راني غير جوته، راه ما الداخل ديالي والله الا مفرتت، راه ما عنديش الداخل ديالي شي حاجه، راني تنهضر معكم غير من الفوق، اما الداخل ديالي راه مدقدق. انا كنناشدكم الله يجازيكم بخير يا المسؤولين، يا من لكم كلمة، يعني كتكلموا علينا، يعني انتم على حسابنا كاينين، يعني انتم هما اللي فوق ما منا. الله يعطيكم الستر، وقفوا معانا، وقفوا معانا، وقفوا معانا، يجيبوا لنا وليداتنا. حنا بغيناهم غير جوتات، حنا ما كنطالبوا حتى حاجة، بغينا الجوتات فقط، ما بقاتش صالحة حتى لحاجة، بغيناهم غير ندفنوهم ونبردو. والله إلا كيراعيونا في المنام، وأقسم بالله إلا في المنام كيهضروا معانا وكيراعيونا في المنام. والله نستحي من هذا الكلام، نستحي نقول لكم بان توقفوا علينا في المنام. عباد الله شوفوا لوجه الله، شوفوا لوجه الله ووجه الانسانيه ووجه هاد الابرياء. يكفيكم الصور ديالهم تشوفوهم تعلموا كما تعلمت الناس، تعلمت من هاد الصور، لان محداري طاهرين وشهادتكم لله. الدراري نقيين، الدراري ماشي د المشاكل، الدراري ماشي د العيب، الدراري احسن احسن دراري، ويشهد لهم التاريخ. هكا غادي يبقاو في التاريخ اللي مشاو فيه وفي التاريخ اللي عاشوا فيه، غيبقاو احسن احسن الشباب والله من الصور ديالهم. يا تياكلكم قلبكم عليهم وتحسبوهم ولادكم، تحسبوهم اللي كما بغيتوا، من صورهم يبقاو فيكم. الله يجازيكم بخير. راه اللي عمل شي عمل يسبق لوجه الله اولا، يقول لوجه الله اولا باش يتجازى عليه ويتاجر عليه. اما حنا كنناشدوا رب العالمين وعاد السلطات ونطلبوا الله الخير لنا ولكم. كما كتشوفوا معنا
رسالة مؤلمة لهذه السيدة هذه اللي جوج الوليدات الله يحسن العوانة راه كتهضر مسكينة وربي اللي عان بها. كما كتشوفوا معنا أربعة ديال الشباب هادو هما الصور ديالهم اللي جوج دفنوهم وجوج مازالين وليد في عمره 6 سنين مازال ما لقاوش الجثة ديالو. الله يتجاوز علينا ويغفر لهم وربي يرزقهم الصبر. تعازينا الحارة لهذا الاسم الجريدة ديالنا، تعازينا الحارة لهاد الناس هادو، نتمنوا من الله سبحانه وتعالى يدير لهم الخير ويطفي هاد الحرقة اللي هما فيها. هاد السيدة مسكينة راها كتهضر وانتم كتشوفوا ما بقاش قادة حتى تزيد، كما كتشوفوا معنا راه ربي اللي عالم بها مسكينة، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نتمنوا الرسالة ديالها توصل للمسؤولين، وتحية لكم جميعا متابعي جريدة الحدث 24.